السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طلاب وطالبات التعليم المستمر، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة لغتي. موضوع الدرس إثراء للوحدة السادسة. أهداف الدرس أن يميز الطالب والطالبة المفعول المطلق، أن يحدد الطالب والطالبة الحركة الظاهرة على آخر المفعول المطلق، أن يشارك الطالب والطالبة في حل التدريبات. نستعد. نسترجع. ما هو المفعول المطلق؟ معان طلابي، المفعول المطلق، أحسنتم. إذن اسم يصاغ من لفظ الفعل ليؤكد معناه. إذن اسم يصاغ من لفظ الفعل ليؤكد معناه. المفعول المطلق منصوب دائما، منصوب دائما، وعلامة نصبه هنا الفتحة. نقرأ هذا التدريب ثم نقوم بحل التدريب. الجميع حسناً، أحسنتم. المطلوب أن أملأ الفراغ بفعل مناسب للمفعول المطلق. نحدد المفعول المطلق ثم نضع الفعل المناسب. أحسنتم. إذن رجال المرور بعملهم قياما، المفعول المطلق قياما، إذن الفعل. أحسنت. قام مأخوذ، المفعول المطلق من الفعل. حسنا. سباق الدراجات انطلاقا، نحدد المفعول المطلق هنا. هيا نفكر. نعم، أحسنت، انطلاقا الفعل المناسب. انطلق، انطلق، بارك الله فيكم. انطلق سباق الدراجات انطلاقا. المركبة من إشارة المرور اقترابا، نحدد المفعول المطلق ثم ندون فعل مناسب. أحسنت، اقترابا الفعل المناسب هنا. هيا نفكر. نعم، اقتربت. السفينة في عمق
البحر إبحارا. نحدد المفعول المطلق إبحارا. إذن الفعل المناسب أبحرت. أحسنت، بارك الله في الجميع. نسترجع المفعول المطلق هو، هيا نفكر ماذا؟ إذن يكون من لفظ الفعل اهتز اهتزازا، وكذلك اسم يصاغ من لفظ الفعل ليؤكد معنى، والحركة منصوب دائما، حالته الإعرابية دائما منصوب بالفتحة. أحسنت، نقرأ جيدا لننطلق في حل التدريبات. نقرأ التدريبات، نحدد المفعول المطلق في الجمل. إذن اجتهد الطالب في دروسه اجتهادا. أحدد المفعول المطلق، هناك من بين الخيارات اجتهد الطالب دروسه اجتهادا. هيا نفكر، نضع علامة أو خط أو دائرة حول الإجابة الصحيحة. أحسنتم، اجتهادا، بارك الله في الجميع. أحدد الجملة التي تحوي مفعول مطلق، أقرأ الجمل ثم أحدد الجملة التي تحوي مفعول مطلق بوضع إشارة دائرة علامة. أحسنتم، يعتز المواطن بوطنه، يعتز المواطن بوطنه كثيرا، يعتز المواطن بوطنه اعتزازا. المفعول المطلق يؤخذ من الفعل ليؤكد معناه. إذن الجملة التي احتوت على مفعول مطلق هي، أحسنتم، الجملة الثالثة، يعتز اعتزازا. بارك الله في الجميع. نكمل، نقرأ الجملة، نبحث عن المفعول المطلق. أحسنتم، انتصر الجيش انتصارا. نحدد من بين الخيارات أين المفعول المطلق،
هو الكلمة الأولى، الثانية، الثالثة. أحسنت، نعم، انتصارا، انتصارا. نام الطفل نوما، المفعول المطلق في الجملة هو. هل هو نوما؟ الطفل نام. هيا نفكر. أحسنت، نعم، إذن نوما. بارك الله في الجميع. نقرأ المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه. نفكر، ما هي العلامة التي تظهر على آخر المفعول المطلق؟ هل هي الفتحة، الضمة، الكسرة؟ نفكر، الفتحة، الضمة، الكسرة. أحسنت، منصوب وعلامة نصبه، نعم، أحسنت، الفتحة. انطلق الصاروخ انطلاقا، ما المطلوب هنا؟ انطلاقا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه. نتأمل المفعول المطلق مع علامة نصبه، ما هي العلامة الظاهرة على آخره؟ الياء، الفتحة، الكسرة. أحسنت، نعم، إذن هنا الفتحة. إذن هنا الكلمة، إعراب الكلمة. رتل القارئ القرآن ترتيلا. نكتب الكلمات، نفكر في الحل. الجميع أحسنت، إذن رتل، رتل. أسأل متى الزمن؟ هل هو في الماضي أم ما زال؟ أفكر. إذن نوع الفعل، أحسنتم، فعل في الماضي، فعل ماض مبني على الفتح. القارئ، نعم، أحسنتم، فاعل، والفاعل مرفوع هنا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. القرآن، هل هو مفعول مطلق مأخوذ من الفعل؟ نفكر. أحسنت، نعم، إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ترتيلا، إعراب ترتيلا. أحسنت، هنا مفعول مطلق مأخوذ من الفعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بارك الله في الجميع. أقرأ الجملة، أكمل الإعراب هنا.
أحسنتم. إذن انتشر المرض انتشارا، انتشر انتشر. أسأل نوع الفعل، هل هو في أي زمن حدث؟ ما العلامة التي تظهر على آخره؟ أحسنتم. إذن الفعل ماض مبني على الفتح، المرض فاعل، الحالة الإعرابية للفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتشارا، أرجع إلى الفعل مأخوذ من الفعل، إذن مفعول مطلق. أحسنتم. منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بارك الله في الجميع. أكمل بالاسم الموصول هنا. أسترجع الأسماء الموصولة. يؤكد الحديثان اللذان قرأتهما فضل العمل، كافأ قائد المدرسة الطلاب شاركوا في العمل التطوعي، الطلاب. إذن هنا جمع، أحسنتم، الذين شاركوا في العمل التطوعي. العاملات في القرية هن، غزلنا الصوف. إذن الاسم الموصول لجمع الإناث. أحسنت. اللاتي، المسألتان وردتا في الحديثين، الدعوة للعمل وذم التسول. الاسم الموصول للمثنى المؤنث، اللتان. بارك الله في الجميع. نقرأ الجملة هنا، المطلوب أن أحول هذه العبارة لما طلب مني هنا. هذا هو المواطن الصالح الذي نفخر به. إذن مفرد مؤنث، استخدم اسم الإشارة، هذا هي المواطنة الصالح التي، اسم الموصول التي نفخر بها. مثنى مذكر، استرجع، أحسنت، هذان هما المواطنان الصالحان اللذان نفخر بهما. جمع مذكر، هؤلاء، أحسنتم، هم المواطنون الصالحون الذين نفخر بهم. مثنى مؤنث، نكمل هاتان ونكمل الجملة، الاسم الموصول اللتان. جمع الإناث، نستخدم هؤلاء، هن المواطنات الصالحات اللاتي، ونكمل ما تبقى من العبارة. بارك الله في الجميع. أختار الإجابة الصحيحة، السيارة. ما الذي يناسب السيارة؟ فراغ، تنقلنا مريحة، التي، الذي. إذن سيارة مؤنث، أحسنتم، نعم، أختار التي. شاهدت الولد فراغ يتحدث بالهاتف، أفكر، نعم، أحسنت، الذي. حضرت الطالبة فراغ، فازت في المسابقة، نعم، أحسنت، التي. مؤنث، القمر هو، فراغ يضيء ليلا، القمر، الذي، أحسنت. الطلاب فراغ يدرسون ينجحون، الذين، جمع الذين. سلمت على صديقاتي، أحسنتم، نعم، اللاتي، جمع الإناث، في الصف. القطة فراغ في الحديقة، جميلة. إذا مفرد مؤنث التي. الواجب
نسترجع ما سبق دراسته في الوحدة، كتابة خريطة مفاهيم عن المفعول المطلق والأسماء الموصولة. إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.